مقتضيات باهي الاخير الذي دعت له التنسيق الوطني طلبه المعهد العلومي طلبه المعهد العالي للمهن التمريضيه والتقنيه الصحه قام موقع الدار البيضاء بوقفه احتجاجيه امام المعهد العالي للمطالبه بانصاف الممرض وتحقيق مطلب العداله الاجريه، مطالبتنا بالتعويض عن التدريب الاستشفائيه ورفضنا لسياسه التعاقد وكافه طرق الخوصصه التي تريد ان تلجا لها الوزاره. المشاكل اللي عندنا، المشكل الاساسي هو الاغلاق ديال المعهد، وان نطالب الوزاره بفتحه وتدشينه لان الطالب الممرض يعاني. الوزاره تعتمد سياسه الاذان الصماء مع الممرضين وطلب الممرضين. المطالب على راسها العداله الاجريه للممرضين، التعويض عن التدريب الاستشفائيه والحراسات الليليه، ورفضنا سياسه التعاقد. محلية لطلبة وخريجي وممرضي المعهد العالي للمهن التمريضية والتقنية الصحة، قمنا بتجسيد وقفة محلية تنزيلا لمخرجات البيان الوطني، وكذلك تنديدا وتأكيدا على عزمنا من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة في العدالة الأجرية للممرض المغربي من خلال الإنصاف والتعويض على الأخطاء المهنية، كذلك لنعبر عن رفضنا التام لسياسة التعاقد جملة وتفصيلا، كما نطالب إدارة المعهد بأن تفتح المعهد في وجه جميع الطلبة بدون استثناء.